نبدأ مع بعض مقدمة عن جي اي اس. برضو الجي اي اس في مفهوم خاطئ عند بعض الناس، زي ما كان المفهوم الخاطئ في الجي بي اس. عاوزين نصلح هذا المفهوم. لو احنا فاكرين كده جي بي اس، احنا كنا بنحسب هو الجهاز اللي في ايدينا هو ده جي بي اس. لا، بعد ما دخلنا في المحاضرات لقينا ان احنا بنمتلك احد اضلاع، او بنمسك في ايدينا احد الاضلاع الثلاثه الخاصه بمنظومه الجي بي اس. والمفهوم الثاني اللي احنا صلحناه ان الجي بي اس ده هو عباره عن احد الانظمه اللي موجوده وبتندرج تحت مسمى جي ان اس اس، او جلوبال نافيجيشن ساتلايت سيستم. المفروض يعني الناس كانت مركزه، اعتقد المفهوم ده يعني بدا ان هو يبقى في الاذهان. نفس الكلام جي اي اس، هنعرف النهارده ان جي اي اس ده مش برنامج. الجي اي اس ده مش برنامج، لا دي منظومه متكامله. البرنامج هو احد الاضلاع او احد العناصر اللي موجوده فيه. خلاص، الجي اي اس لو احنا عاوزين نعرفه التعريف المثالي بتاعه، ممكن نقول هو عباره عن اداه او تقنيه، او المفهوم الأشمل والأعم ليه هو عبارة عن العلم، اسمه جي اي اس أو جيوغرافيك انفورميشن سيستم، أو بالعربي نظم المعلومات الإيه؟ الجغرافية. طيب ده عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن منظومة متكاملة. هذه المنظومة بتحتوي على بيانات. البيانات دي هنعرف أنواع البيانات اللي بتبقى داخلة في المنظومة. هذه البيانات ممكن تكون بيانات مكانية أو بيانات غير مكانية، هنستعرض النوعين كمان شوية. الهدف من المنظومة دي إن بيكون عندي مشكلة مثلا معينة، أو قضية معينة، أو حاجة معينة، أنا بجمع لها بيانات. هذه البيانات بدخلها بصورة معينة، على برنامج، وبواسطة أدوات مختلفة، وبواسطة أفراد مختلفين، علشان في الاخر اقدر ان انا اعرض الحاجه دي بصوره كويسه، او لو عندي مشكله اقدر ان انا اجد ليها حل عن طريق منظومه الجي اي اس، او لو عاوز اعمل تنبؤ اقدر عن طريق منظومه الجي اي اس ان انا استطيع ان انا اتنبأ بالحاجه اللي هتحصل مستقبليا. طبعا علم ده بتاع ربنا، بس احنا يعني كبشر بنقول احتمال كمان 10 سنين ممكن يحصل ايه. هو ده اللي انا بتكلم فيه بالتنمية. هتقول طب احنا عاوزين نعرف، يعني اديني امثله كده على التعريف اللي انت قلته. انا قلت عرض حاجه معينه، او حل مشكله معينه، او للتنبؤ بحاجه معينه. هدي 3 امثله هنا. عرض مشكله معينه، او عرض شيء معين زي ايه؟ مثلا هنلاقي ان في مثلا الاطلس، مثلا بتاع الخرايط ده على سبيل المثال، كان زمان بيطبع ورق، وتقعد تقلب الورقه يمين وشمال وبتاع مش عارف ايه، وتقعد تقرا عشان توصل لايه المعلومه. بعد الاطلس اصبح او استخدم في منظومه الجي اي اس علشان يعرض نفس الخريطة، ولكن بطريقه افضل وبطريقه اكثر يعني راحه للمستخدم. بمعنى ايه؟ ما الاطلس مثلا الرقمي ده اللي بيستخدمه مثلا في الجي اي اس، ممكن مثلا انت عندك خريطه جمهوريه مصر العربيه، حاجه معموله بالجي اي اس. الخريطه طبعا هي عباره عن خريطه ومعلومات اخرى غير الخريطه. مثلا خريطه جمهوريه مصر العربيه معموله على منظومه الجي اي اس، ظاهر فيها مثلا المحافظات بتاعت جمهورية مصر العربية، محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، محافظة مثلا الوادي الجديد، البحر الأحمر وإلى آخره. أنت ممكن مثلا تيجي تقف بالبوينتر أو بالمؤشر بتاع الفارة، تقف بس تقف، مجرد تقف كده على الحاجة، تلاقي إن في قايمة كده ظهرت لك، يقول لك بتاع الجزئية أو المحافظة اللي أنت واقف عليها دي محافظة مثلا القاهرة، عدد السكان فيها بيساوي كذا، مساحتها بيساوي كذا، يحطها من الشمال كذا، من الجنوب كذا، من الشرق كذا، من الغرب كذا، الأنشطة البشرية اللي موجودة فيها كذا، تمام؟ معلومات كاملة متكاملة.
الكلام ده اتعمل ازاي؟ اتعمل بالجي اي اس. ده كده حاجه انا عاوز اعرضها بس. طيب حل المشكله دلوقتي مثلا، برضو ممكن منظومه الجي اي اس اقدر استخدمها لحل احدى المشاكل اللي ممكن تقابلني. حاجه زي ايه مثلا؟ حاجه زي مثلا محافظه سين مثلا، احنا عندنا ان في قصور مثلا في الخدمات الطبيه، ممكن استخدم منظومه الجي اي اس دي في حل هذه المشكله. هتقولي ازاي؟ هقول لك، هنا بدخل برضو بياناتي، سواء كانت بيانات مكانيه اللي هي مثلا خرائط والى اخره، بيانات غير مكانيه بدخلها بطريقه معينه. عن طريق هذه البيانات اللي دخلت اقدر اعرف في المحافظه سين دي انا موجود عندي المستشفيات متوزعه فين. طيب لقيت عندي مثلا في المكان ده في عندي 4 مستشفيات وقريبين من بعض ومتركزين مثلا في الشمال، يجي بعد كده نقدر نستخدم الجي اي اس ده، المنظومه دي، نقول طب احنا دلوقتي عاوزين نعمل عمليه توزيع للمستشفيات او انشاء مستشفيات، انت يا جي اي اس تقدر تقول لنا اقتراح ان احنا نحط المستشفيات دي فين بحيث ما يبقاش فيه المستشفيات متركزه في مكان معين. يروح الجي اي اس يدي لك مقترحات، يقول لك والله احنا ممكن مثلا محتاجين ان احنا ننشئ مستشفيين، 3 مستشفيات، 10 مستشفيات، اي ما يكون، والتوزيع بتاعتهم او الاماكن المقترحه اللي موجوده اهي واهي واهي. طبعا لو انت مدخل المدخلات صح، اعرف ان المخرجات او التوصيه بتاعت الجي اي اس هتطلع لك مظبوطه. لو ان المدخلات غلط، هو في الاول وفي الاخر ده عباره عن منظومه من صنع البشر، فمدخلات غلط يبقى المخرجات هتطلع غلط. انت مش قايل ان في مستشفى مثلا في الشمال، مستشفيات في الشمال، ناس ال10 مستشفيات اللي في الشمال، فهيقول لك من ضمن المقترحات حط لي 3 مستشفيات في شمال المحافظه، على الرغم من ان عندك 10 مستشفيات بس نسيت تدخلهم في المدخلات بتاعت الايه؟ المنظومه. ودايما بقول ايه؟ منظومه، ما بقولش برنامج جي اي اس، خلي بالك من الجزئيه. برضو حاجه ثالثه او مثال ثالث ممكن استخدم فيه منظومه الجي اي اس هو التنبؤ المستقبلي. طبعا انتوا عارفين زي ما بتسمعوا في نشرات الاخبار مشكله كبيره بيعاني منها العالم، وهي ظاهره الاحتباس الحراري. ظاهرة الاحتباس الحراري، درجة الحرارة كل شوية عمالة بتزيد نتيجة الأدخنة ونتيجة الكربون اللي موجود والمصانع والعربيات وسائل النقل، دي كلها عبارة عن غازات مش كويسة. هذه الغازات بتعمل حاجة اسمها الاحتباس الحراري، مع مرور الوقت بيحصل حاجة اسمها التغير المناخي وإلى آخره. طب ايه اضرار الاحتباس الحراري ده؟ الاحتباس الحراري ده درجه الحراره بتاعت العالم عماله بتزيد. حتى وانا صغير وتفتكر كده بلبس تقيل من شهر مثلا اواخر 10 اوائل 11 ببدا احس بالبرد والبس تقيل. لا دلوقتي لحد شهر 12 ما بنحسش بدرجه، يعني ممكن نلبس لحد مثلا شهر اوائل 12 لابسين نص كم عادي خالص. ايه اللي حصل؟ لا، في تغير مناخي. طبعا بتشوفوا الحرائق اللي بتحصل في العالم كله، غابات عماله بتتحرق، كل ده نتيجه ايه؟ الاحتباس الحراري والفيضانات والى اخره. طيب نرجع للمشكله اللي ممكن تقابلنا او بتقابلنا في مصر. احنا عندنا المناطق الساحليه وخاصه منطقه الدلتا دي، ومنطقه الدلتا دي على وجه التحديد هي منطقه ذات كثافه سكانيه عاليه. بيحصل من ظاهره الاحتباس الحراري ان الدروج اللي موجوده، التلج يعني اللي موجود في المناطق القطبيه، بيحصل له عمليه ذوبان. الحراره عماله بتترفع. طب ايه اللي بيحصل مع الذوبان ده؟ بيبدا من متوسط منسوب سطح البحر عمال بيزيد. ففي اماكن يقول لك هي مهدده بالغرق. عندنا في الدلتا زي ما قلت لك، واسكندريه والحته دي من مناطق معرضه للغرق. طبعا مش هتغرق النهارده وبكره، لا، هتاخد لها سنين. بس طبعا لازم العالم يحل هذه المشكله علشان الاجيال القادمه. ده في دول ممكن تختفي، ده الجزر او الدول على هيئه ارخبيل او على هيئه جزر،
دي ممكن يحصل لها عملية اختفاء. يعني مثلا دولة زي المالديف على سبيل المثال، متوسط منسوب الأرض فيها منخفض قوي، لو إن حصل إن متوسط منسوب سطح البحر عالي هيحصل إيه؟ الدولة دي هتختفي. نرجع للدلتا والتنبؤ بالمشكلة مستقبليا. إحنا عندنا بيانات، عارفين متوسط منسوب سطح البحر قد إيه سنة 1990 وسنة 2000 و2001 و2 و3 و4، والتآكل اللي بيحصل في الشواطئ بتاعت الدلتا موجودة عندنا البيانات بتاعتها. فعندنا الماضي أو التاريخ بتاع منطقة الدلتا ومشكلة الاحتباس الحراري ومشكلة متوسط منسوب سطح البحر اللي عمال يزيد، موجودة عندنا بيانات بتخش على منظومة الجي اي اس. يقدر ان هو يقول لك طب احنا قياسا بالفتره اللي فاتت دي والمعدلات بتاعت التآكل بتاعت الشواطئ والحاجات دي، احنا سنه 2050 ممكن يحصل عندنا ايه؟ يتاكل من عندنا الاجزاء الفلانيه دي من شواطئ الدلتا. فده مثال ثالث على منظومه الجي اي اس ممكن تقدم لي ايه؟ تمام؟ طيب الجي اي اس انا بميل هو يعتبر زي علم، يعني بعتبره علم اكتر ما اعتبره اداة او تقنية. الجي اي اس بوجه عام او نظم للمعلومات الجغرافية، واضح من كلمة الجغرافية دي ان هو بيهتم او بالجغرافيا او بالخرائط او بالمساحة. انا طبعا الخرائط احنا برضو بننتج خرائط بس من انواع معينة. هذا الجي اي اس هو مش حاجه منعزله او مقفوله على نفسها، لا، الجي اي اس مرتبط بالعديد من العلوم والتخصصات الاخرى. اشهر هذه التخصصات اول حاجه المساحه، لان احنا زي ما انا قلت من شويه احنا بندخل معلومات، وقلت نوعين المعلومات كده بسرعه، معلومات مكانيه اسمها سبيشال داتا، معلومات مكانية سبيشال. فهذه المعلومات هقدر ان انا اجمعها ازاي؟ هقدر اجمعها عن طريق الاعمال المساحية المختلفة. طبعا انتوا عارفين المساحة بتهدف الى، او من ضمن الحاجات اللي بتعملها انها بتهدف الى تحديد المواقع، بتحسب احداثيات، بتنتج خرائط والى اخره. فطبعا الجي اي اس مرتبط ارتباطا وثيقا بالمساحة. كارتوجرافي او اللي هو علم الخرائط برضو نفس الكلام، جاي اس بيهتم او بيعتمد اعتماد كلي او اعتماد كبير جدا على علم الخرائط. نفس الكلام الجغرافيا، نفس الكلام الستاتستكس او الاحصاء. طبعا برضو الاحصاء بتعتبر حاجه مهمه جدا. حاجه هتقولي اديني مثال على الاحصاء، ايه يعني؟ مثلا التعداد السكاني على سبيل المثال، ده نوع من انواع الاحصاء. ده برضو معلومات بتبقى بتدخل على منظومه الجي اي اس عشان اقدر ان انا احقق الغرض من استخدامي لهذه المنظومه. الجيودسي، الجيودسي او المساحه الجيودسيه هي احد افرع المساحه، بس هنا يعني المقياس بتاعها بيبقى كبير، او انها بتغطي مساحه كبيره من الارض. مش مثلا بنتكلم عن نادي ولا الكليه، لا، ده بتاخد مثلا حاجه مثلا الدوله، مثلا جمهوريه مصر العربيه كلها. يبقى هنا بخش في فرع الجيودسي او المساحه الجيودسيه عشان اقدر ان انا اعمل المساحه كما يجب ان يكون، مع الاخذ في الاعتبار ان سطح الارض مش منبسط ولكن ياخد الشكل الكروي او الشكل البيضاوي. ماشي؟ طبعا ده هيتدرس ان شاء الله كده قدام في السنه الرابعه ان شاء الله. ماثيماتكس او الحساب او الرياضيات، كمبيوتر. طبعا احنا جزء من المنظومه الخاصه بالجي اي اس انا بقفلها او انا بستخدم فيها الكمبيوتر وملحقات الكمبيوتر. برضو نفس الكلام نظم الجي ان اس اس المختلفه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، مهمه جدا علشان دي بتحدد لي المعلومات المكانيه او السبيشال داتا، واقدر اجمعها عن طريق الجي ان اس اس سيستمز. خلاص؟ نفس الكلام حاجه اسمها الريموت سنسنج او الاستشعار عن بعد،
هيدرس ان شاء الله، او الناس اللي واخده سي اي بي 311 حسب ما اتذكر، بتدرسه بالتفصيل. وبعض الشباب هنا اخدوا الدوره الخاصه بالاستشعار عن بعد في التدريب الصيفي. وفوتوغرامتري، فوتوغرامتري او علم التصوير. طبعا انا مش قصدي بعلم التصوير اروح اصور مثلا عصفوره ولا اصور مش عارف ايه، لا انا بتكلم علم التصوير الذي يهدف الى تحديد المكان، وغالبا بيكون تصوير جوي او تصوير فضائي. طبعا ده برضو بيدرس في مقرر سي اي بي 311، بتبقى ليها كاميراتها الخاصه، بيحصل معالجة للصور اللي طالعة من الكاميرات دي علشان أقدر إن أنا أستفاد من هذه الصور وأحولها إلى الخريطة أو ما يشبه الخريطة وأطلع منها الإحداثيات وإلى آخره. ممكن الكاميرات في الفوتوغرامتري تبقى راكبة على طائرات بتطير بطريقة معينة في مسارات معينة، أو ممكن تبقى راكبة على أقمار صناعية تبقى فوق خالص على عشرات أو مئات الكيلومترات فوق سطح الأرض بحيث إنها تغطي مساحة بسرعة. طبعا الفوتوغرامتري له ميزات وله عيوب، من ضمن مميزاته إن هو بيجمع لي بيانات لمساحات كبيرة قوي في وقت وجيز جدا. العيوب بتاعته لو احنا قارنا الفوتوغرامتر او علم التصوير الجزئيه اللي تمت المساحه بصله مع المساحه التقليديه، ان انا استخدم بقى توتال ستيشن، استخدم جي ان اس اس، استخدم تدوليت مثال، لا الدقه الناتجه للمساحه التقليديه بتبقى اكثر بكتير من الدقه الناتجه للاحداثيات اللي طالعه من الفوتوغرامتر. ده كده بخصوص علاقة الجي اي اس بالعديد من العلوم والتخصصات الأخرى. طيب أنا عمال أقول جي اي اس هو منظومة، ما قلتش خالص هو برنامج. ليه؟ لأن جي اي اس لو احنا بصينا له هنلاقيه إن هو مكون مش من حاجة واحدة بس، مكون من 5 أركان مختلفة هي اللي خليته تبقى منظومة. لو احنا استعرضنا كده بسرعة هنلاقي ان الجي اي اس هو عبارة عن هاردوير يعني أجهزة، سوفت وير برنامج أو برامج، داتا بيانات هتدخل على السوفت وير عن طريق الأدوات المستخدمة. طبعا اللي بيعمل الحاجات دي او بيشغل الحاجات دي مجموعة افراد، هذه الافراد بتسلك او بتتبع طريقة او طرق معينة علشان يحصل التكامل ما بين الخمس او ما بين الاركان الاربعة اللي انا قلتها دي. فعشان كده الميثود او الطرق لإدارة هذه المنظومة اصبحت الركن الخامس من اركان الجي اس او نظم المعلومات الجغرافية. طيب أي سؤال لحد دلوقتي في الجزئية اللي فاتت؟ تمام يا دكتور. فكده عدلنا أول مفهوم خاطئ عند بعض الشباب إن الجي أي إس هو 5 حاجات مش حاجة واحدة مش برنامج وخلاص. طيب أول دكتور ركن من أركان، في حاجة ولا إيه؟ أول ركن من أركان الجي أي إس هو الهاردوير أو الأجهزة المستخدمة. برضو الأجهزة المستخدمة خلي بالك أنت في أجهزة اسمها أجهزة بتستخدم في المدخلات وأجهزة بتستخدم في المخرجات. يعني ايه مدخلات ومخرجات؟ بالانجليزي الانبوت والاوتبوت. خلاص؟ ففي عندنا ده غير طبعا الجهاز الكمبيوتر اللي انت حاطط عليه البرنامج او البرامج اللي انت بتستخدمها في المنظومه. ففي عندنا دلوقتي بالنسبه للهاردوير في حاجات مدخلات، هتقولي مدخلات او انبوت؟
هاردوير زي ايه؟ هقول لك اول حاجه الماوس، الفاره، كيبورد. هتقولي ماشي، ما دي جزء من الكمبيوتر نفسه. ايه تاني؟ حاجه زي السكانر، حاجه زي السكانر، حاجه زي الكاميرز او الديجيتال كاميرز، في مدخلات عاوز ادخلها. تمام؟ فدي كلها عباره عن ادوات بستخدمها لادخال البيانات على منظومه الجي اي اس. نفس الكلام في مخرجات او اوتبوت ديفايسز او اوتبوت هاردوير. حاجه زي ايه مثلا؟ حاجه زي الشاشه بتاعت الكمبيوتر نفسها، انت ممكن تعرض المعلومات او المخرجات بتاعتك على الشاشه، تظهر على الشاشه الحاجه اللي انت عاوز تظهرها. طب ايه تاني من ضمن حاجات المخرجات؟ انت عندك اللي هي البرينترز او الطابعات، عندك حاجه زي البلوتر. وطبعا فرق ما بين البرينتر والبلوتر، برينتر ده حاجه مثلا الطابعه بتطبع عليها ورق A4 A3 اخرك، انما البلوتر في بعض الخرائط بتكون مثلا العرض والطول بتاعها كبير، فما ينفعش ان انا اجيب لها برينتر، بجيب لها بلوتر. طبعا البلوتر ده بقى غالي جدا، مش اي فرد بيجيبه. انت حتى بتروح لما ربنا يكرمك وتخش سنة رابعة وتاخد المشروع، هتلاقي نفسك بتنتج خرائط مثلا ممكن عرضها 90 سنتي وطولها مثلا ممكن متر ونص، فمحتاج جهاز يطبع لك الخريطة دي ورقية، فبتروح لمكاتب مخصصة. هي حتى موجودة كذا مكتب عندنا جنب الكلية مخصص في البلوتر ده، بحيث ان هو يطلع لك الايه المخرجات. ده كده صورة بتوضح لك يا باشمهندس أجهزة كتيرة بنستخدمها في عملية أو في منظومة الجي أي إس. حتى من ضمنها برضو في المايك أو الميكروفون، في السماعات، الحاجات دي كلها. مايك أنا عاوز أدخل صوت، سماعة عاوز أسمع صوت. تمام؟ فدي كلها بتعتبر من ضمن الأجهزة اللي أنا بستخدمها، مع طبعا الكمبيوتر عادي خالص، ده يعني يعتبر الجهاز الرئيسي في منظومة الجي اي اس. طيب نيجي للركن التاني اللي هو السوفت وير. السوفت وير ده بيبقى برنامج مخصص لمنظومة الجي اي اس. المدخلات والمخرجات بتاعت الجي اي اس بتتم عن طريقه عملية تحليل البيانات. انا في بيانات دخلتها، هرجع تاني لمشكلة مثلا التآكل الشواطئ اللي موجودة في منطقة الدلتا. أنا دخلت له البيانات القديمة الخاصة باللي كان بيحصل في منطقة الدلتا ومنسوب سطح المية وإلى آخره. هو بياخد البيانات دي بقى، دخلتها بطريقة معينة، بياخد البيانات دي بيعمل لها عملية تحليل. انت بتسأله سؤال، تقول له طب لو سمحت انا اعتماد على البيانات اللي انا دخلتها دي، ممكن تقول لي سنة 2050 هيحصل ايه؟ يبدأ بقى هو يعمل عملية تحليل البيانات اللي انت دخلتها دي كلها، ويبدأ يطلع لك في الآخر يقول لك سنة 50 من المتوقع لو استمر الوضع بنفس المعدلات دي، بنفس الانبعاثات الكربونية وبنفس الموضوع، ما حصلش فيه أي تحسن يذكر، والدول المصنعة خاصة الدول الكبيرة زي أمريكا وروسيا والصين، الدول الصناعية الكبيرة وفرنسا وانجلترا طبعا بتعمل انبعاثات كربونية رهيبة رهيبة، والعالم كله هو اللي بيدفع ثمن الموضوع ده. حتى طبعا كنتوا سمعتوا عن المؤتمر اللي حصل في اسكتلندا تقريبا كان السنة اللي فاتت، وخاص بالمناخ والانبعاث الحراري وإلى آخره، وهيحصل عندنا إن شاء الله في شرم الشيخ السنة دي حسب ما أتذكر، يعني هيحصل برضو مؤتمر، لأن العالم كله بدأ يستشعر خطورة هذا الموضوع. نرجع لموضوعنا تاني، فالسوفت وير بيعمل عملية تحليل البيانات المدخلة دي، ويقدر يطلع لك في الآخر يقول لك متوقع سنة 2050 هيحصل إيه. أو لو بتكلم عن المستشفيات، المثال بتاع المستشفيات، هقول له يا جي اي اس طبعا بالاوامر اللي موجوده فيه،
اقترح لي دلوقتي انا عاوز اعمل توزيع عادل للمستشفيات في المحافظة الفلانية، هيقول لي انا مقترح عليك انك انت تعمل 4 مستشفيات، المستشفى الاولى تحطها هنا، الثانية هنا، الثالثة هنا، الرابعة هنا، والى اخره. كل الكلام ده بيتم عن طريق ايه؟ السوفت وير. طيب السوفت وير اللي موجود عندنا هل هو سوفت وير واحد؟ لا، هو يعني سوفت وير كتير من كذا شركة، كل شركة بيبقى ليها الميزة بتاعتها في السوفت وير بتاعها. ممكن سوفت وير مثلا بيسموه اوبن سورس او مجاني تقدر تستخدمه ببلاش، في واحد تاني لا بيتعامل مثلا مع نوع من البيانات المدخلة بطريقة حلوة قوي، ممكن واحد تاني بيبقى متخصص في نوع اخر من البيانات المدخلة، في واحد تاني في يعني امكانيات او خواص اوبشنز اكتر بحيث يسهل عليك الموضوع. اشهر هذه البرامج او من اشهر، مش بقول لك اشهر، من اشهر هذه البرامج الارك جي اي اس، الارك فيو والكيو جي اي اس. ده كده الشكل اللي موجود عندي، ده هو يعني سكرين شوت لجزئية من برنامج اسمه الكيو جي اي اس اللي هو يستخدم في نظم المعلومات الايه الجغرافية. نتكلم عن الركن الثالث، وهنا هاخد فيه وقتي بقى. الركن الثالث هو الداتا، البيانات. ايه البيانات اللي بيتعامل معاها الجي اي اس او منظومة الجي اي اس؟ هما نوعين من البيانات. النوع الأولاني من البيانات اسمه بيانات مكانية باللغة العربية، أو باللغة الإنجليزية اسمه spatial أو digital. تمام؟ النوع الثاني من البيانات اسمه non-spatial أو attribute. كويس؟ الركن التالت ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن البيانات. قلت البيانات عندي هي نوعين، النوع الأولاني spatial بيانات مكانية، يعني من الآخر بتبقى عبارة عن خرائط بقدر منها أعرف المكان ده موجود فين، اللي ممكن نطلق عليه اسم digital أو spatial data. في نوع تاني من البيانات المدخلة اسمها non-spatial data أو بيانات غير مكانية، أو بيسموها مصطلح attribute data. خلاص، هنتكلم على كل نوع من النوعين دول بالتفصيل، بس أخلص الجزئية دي وأقول إن الديجيتال داتا أو الاسبيشال داتا ممكن تبقى في هيئة فيكتور أو في هيئة راستر، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا لازم تكون عارفها كويس قوي. إيه الفيكتور بقى فورمات، وإيه الراستر فورمات، كل الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل. تعالوا مع بعض كده نشوف الصورة دي تفهمنا إيه بقى موضوع السباشيال والنون سباشيال داتا، والفيكتور والراستر دي هتكلم عليها بس لاحقا. دلوقتي انا عاوز افهم ايه سبيشال داتا، ايه نون سبيشال داتا، والاتريبيوت داتا. دلوقتي انا عندي دلوقتي مثلا ادي سبيشال داتا، هنقول مجازا هي عباره عن الخريطه دي سبيشال داتا عشان يبقى فاهمها، خريطه سواء بقى خريطه حي، خريطه مدينة، خريطة العالم كلها، دي كلها سبيشال داتا. وزي ما قلت لك في منها نوعين، فيكتور داتا وراستر داتا، او فيكتور فورمات راستر فورمات. نرجئ الراستر والفيكتور دلوقتي لحد ما يجي وقتهم. طيب دي كده بيانات مكانية. لو انا عندي مثلا خريطة اهي كخريطة، ايه اللي جوه او ايه اللي في الخريطه معلومه
انا ممكن احتاجها في الخريطة دي، ولكن هي مش من ضمن الخرائط، مش من ضمن بقى ان النقطة وليها احداثي والى اخره. حاجة زي ايه نقدر نعرفها مع بعض؟ حاجة مثلا لو بتكلم على مستوى الدولة، على مستوى مثلا الدولة او مستوى العالم، ادي خريطة موجودة اهي. طيب الجزئية اللي أنا واقف عليه دي اسمها إيه؟ اسم، طب اسم الدولة اللي أنا واقف عليها إيه؟ مثلا دي كده كندا، دي من ضمن أتريبيوت داتا. حاجة تانية، طب عدد سكان الدولة دي بيساوي كام؟ دي أتريبيوت داتا. طب الدول المجاورة لهذه الدولة اللي أنا واقف عليها، اللي الولايات المتحدة الأمريكية وألاسكا اللي هي جزء من الولايات المتحدة الأمريكية، وعندي هنا من ناحية دي المحيط الأطلنطي، ومن الناحية التانية المحيط الهادي وإلى آخره. دي كلها معلومات مش إحداثيات، أو أنا بضيفها للخريطة. حتى لو أنا اشتغلت مساحة أنا بضيفها للخريطة بإيدي، ولكن في حالة الجي اي اس دي بتعتبر معلومات غير مكانية مش إحداثيات. مثلا لو انا بتكلم على شبكة الطرق دي، طبعا شبكة الطرق دي ده الطريق اهو، طب اسم الطريق ده ايه؟ شارع صلاح سالم. طب السرعة القصوى في اللي بعد كده الرادار هيصورني واخد مخالفة كام؟ 60 كيلو متر في الساعة. تمام، هل في على الطريق ده كارتة ولا ما فيش؟ لا توجد كارتة على هذه الطريق. دي كلها بتعتبر معلومات ايه؟ غير مكانية، اللي بنسميها نون سبيشال داتا او اتريبيوت داتا. يبقى ملخص اللي انا قلته هنا يا جماعة ان انا عندي البيانات حاجتين، سبيشال اللي هي الخريطة، نون سبيشال هي معلومات مكملة للخريطة بتاعتي. نيجي للركن الرابع. طب دي أجهزة وده برنامج ودي بيانات. السؤال بقى، هل الحاجات دي تشتغل لوحديها؟ طب فين العنصر البشري في الموضوع؟ ده الركن الرابع. طبعا دي تخصصات مختلفة ممكن إنها تساهم في أحد المشاريع اللي معمولة بمنظومة الجي اي اس. طبعا أنا هنا بتكلم على، لو بتكلم على جي اي اس بحجم كبير مثلا على مستوى الدولة أو حاجة زي كده، هل فرد واحد يقوم بيه؟ لا، ده في أفراد مختلفين. إنما لو مشروع صغير قوي ممكن واحد يقدر يقلص الموضوع. تمام، ولكن لو بتكلم على مشروع متكامل فبيظهر عندي العديد من الأفراد اللي ليهم مسميات وظيفية مختلفة. الأولى اللي بيعملوا عملية إدارة للمنظومة، من أول التقني أو الفني، لمحلل البيانات، للمهندس. خلي بالك المهندس هنا مش مهندس قاعد على كمبيوتر، ده ممكن يكون مهندس المساحة اللي واقف على التوتال ستيشن بيرصد عشان يجيب إحداثيات النقط، عشان يقفل الخريطة، عشان ياخد الخريطة دي يدخلها على الكمبيوتر بالسوفت وير اللي احنا قلناه. ممكن يبقى مهندس مختص بمعالجة الصور، ممكن مهندس نازل بجي ان اس اس ريسيفرز او مستقبلات الاقمار الصناعيه بيجمع بيانات، عشان يبقى يجمع البيانات عشان يحول الموضوع الى خرائط، علشان يدخل بقى او يتم ادخال بعد كده البيانات المكانيه داخل الايه؟ المنظومه. ممكن يبقى مهندس كمبيوتر مختص مثلا بالشبكات والى اخره. الكمبيوتر ده لو بتكلم على مؤسسه كبيره ففي شبكه بتوصل الكمبيوترات دي كلها ببعض، ممكن مهندس مختص بتصليح الأجهزة هاردوير أو سوفت وير. يعني هنا كلمة مهندس ده مش تخصص واحد، تخصصات كتير جدا. بروجرامر مبرمج. اللي خلي بالك بعض أنواع البرامج السوفت وير الجي اي اس
هي بتسمح لك انك انت تعمل برنامج بلغة معينة مكمل لحاجة معينة عندهم. يعني هو عملك برنامج وقال لك ادي البرنامج اهو، بس انت ممكن تحتاج فيه حاجة روتينية انت بتقعد تكررها كل شوية على الجي اي اس او على السوفت وير ده، فتروح عامل انت برنامج مثلا بلغة بأي لغة. يعني هو طبعا يقول لك نقبل حاجة اسمها ليسب، يعني نقبل الليسب ده مثلا بلغة كذا، فتروح انت عامل برنامج بدل ما الخطوة دي تقعد تكررها 50 60 مرة، هو برنامج بيعملك الخطوة دي يكررها لك اوتوماتيك على طول، ثم تلحقه بالبرنامج الأصلي مكمل للبرنامج. فده كده ممكن بروجرامر يكون شغال، نفس الكلام ديفلوبر حاجة أعلى شوية من المبرمج، داتا بيز ادمنستريتور اللي هو المدير بقى بتاع قاعدة البيانات. طبعا كلامي كله على إيه؟ على مشروع كبير، خلي بالك. كوردينيتور اللي هو المنسق اللي بيربط بقى وبيشغل الناس دي كلها ويعمل التنسيق ما بينهم. سيستم اناليست محلل الأنظمة، والمانجر اللي هو المدير بقى. تمام؟ ممكن انا لو انا باخد مشاريع صغيرة، باخد مشاريع صغيرة ممكن انا اقوم ببعض او كتير من الوظائف. لما طبعا لو مشروع متكامل كبير على مستوى الدولة مستحيل فرد واحد او تخصص واحد يقدر ان هو يعمل او يكون هو المكون الرابع او بيبل الخاص بالايه؟ بالمنظومة. الركن الخامس الميثود او طريقة بقى ادارة المنظومة والربط ما بين كل عنصر من العناصر دي، في منهج كده معين الناس بتمشي عليه عشان في الاخر نقدر ان احنا نوصل النتيجة المرجوة لاستخدامنا للجي اي اس. في سؤال لحد دلوقتي؟ محمود، ايوه دكتور سؤال معلش على الموضوع بتاع جاي اتس مش حاجة تانية، بالظبط. اتفضل. دلوقتي حضرتك كنت بتقول لنا ان في مثلا في الجي اي اس ان احنا ممكن نسال ان هو في سنه 2050 ايه اللي بيحصل، فهل دي بتكون توقعات ولا بيكون كلام اكيد ان لازم في سنه 2050 يحصل كذا ما يحصلش قبلها او بعدها، لان هو بيحلل الموضوع ده بالنسبه للحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي والتوقعات اللي حصلت لحد دلوقتي. بص، هو أول حاجة علم الغيب ما يعرفوش إلا ربنا سبحانه وتعالى. محدش يعني أنا كمان ساعة أنا أو كمان 10 دقايق ما أقدرش أقول لك إيه اللي هيحصل. علم الغيب ده بتاع ربنا. ولكن إحنا بنعمل إيه؟ حاجة اسمها التنبؤ. التنبؤ اعتمادًا على حقائق الماضي. يعني حتى لو أنا سبت الجي أي إس واتكلمت عن علم التاريخ، وعلم التاريخ ده مش علم معمول اعتباطا، لا ده احنا بنقعد ندرس ايه اللي حصل في الماضي عشان نقدر ناخد منه ايه اللي ممكن يحصل مستقبلا او نتلافى مشكلة. يعني مثلا حصل في التاريخ قامت حرب مثلا ما بين دولة سين والدولة طاقة، طب ايه اسباب الحروب دي؟ الحرب دي حصلت ليه؟ حصلت علشان كان في مش عارف ايه و الاسباب. طب احنا بقى مستقبلا مش عاوزين حروب، احنا البشر بيحب يعيش في امان وسلام، طب نعمل ايه عشان ما تقومش حرب بعد كده؟ نعالج بقى الحاجات اللي بسببها قامت الحروب اللي فاتت. ممكن انا اعالج الحاجات دي ايه وتحصل برضه حرب، وارد ولا مش وارد؟ وارد. نفس الكلام ارجع للجاي اس، بقول ان انا بدخله، ان انا بدخله الماضي حصل فيه ايه؟ انا دخلت له مثال مثلا بتاع الدلتا النيل دي والتآكل سنة 90 كان عندي بيانات و91 و92 لحد 2021، من سنة 90 ل 2021 وانا عندي بيانات بروح مدخلها له. احتمالية التنبؤ بتاعه بقى سنة 2050 هتطلع احتمالية عالية. انما لو انا عندي
الدراسة اللي موجودة عندي أو ما راقبتش وادي النيل إلى سنة الدلتا، آسف، إلى سنة 2020 و2021 بس. طب قبل كده ما أعرفش حاجة. هيطلع لك تنبؤ برضه، بس التنبؤ هنا احتماليته مش قوية. ليه؟ إنك أنت عندك الماضي أو التاريخ بتاعك أو المدخلات بتاعتك ما كانتش كافية بحيث هو يديك تنبؤ كويس. خلاص؟ فأنت عندك معلومات لفترة زمنية سابقة طويلة قوي، اعرف التنبؤ احتماليته ان هو يتحقق اعلى بكتير من انك انت تكون مستند على معلومات في فترة زمنية قصيرة. ماشي؟ تمام كده يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب مصطفى؟ ايوه دكتور، لو سمحت يا دكتور، اتفضل. طب يعني حضرتك تقصد ان انا لازم أن يكون عندي مثلا داتا قديمه عشان خاطر اقدر اعتمد عليها في المستقبل؟ ايوه بالظبط كده. ما هو هيتنبأ ازاي او هيعرف ازاي؟ انت بتقول له دلوقتي ادي وادي ادي الدلتا اهي، والنبي يقول لي سنه 2050 هيحصل ايه؟ ما عندوش بيانات يستند عليها، ما عندوش تاريخ قديم. تمام يا دكتور، تمام، شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. خلاص؟ العفو، العفو. نفس الكلام دلوقتي، لو هي نفس المثال بس بلاش بقى وادي النيل والدلتا. لو انا قلت له دلوقتي اقترح لي يا جي اي اس، قول لي انا احط المستشفيات، انا عاوز انشئ مستشفيات، ايه افضل مكان لهذه المستشفيات؟ تخيل بقى لو انا دخلت له الخريطه وما في مش ظاهر فيها المستشفيات موجوده فين، مدخله خريطه مثلا محافظه قنا على سبيل المثال، انا عاوز انشئ 10 مستشفيات في المحافظه، عملوا خريطة جميلة جدا، وده اسم الشارع، وده عدد السكان، وده حي معرفش ايه، وده حي ايه، الى اخره، وقرى بس ما دخلتلوش المستشفيات اللي موجودة في محافظة قنا. هو في الاول وفي الاخر حاجة من صنع البشر. هو هيبص على الخريطة او هيبص على قاعدة البيانات الموجودة عنده، مش هيلاقي ان في مستشفيات، هيروح موزع العشرة بتوزيع بحيث ما يتركزوش في مكان معين. ممكن انت العشر مستشفيات دول يجوا تقريبا قرب المستشفيات اللي موجودة القائمة، انما لو انت دخلت له البيانات سليمة وقلت له اه محافظة قنا اهي، وادي المستشفيات اللي فيها ايه، فهو البرنامج، وانت تفكر كده مكان البرنامج، لما يجي يقترح عليك العشر مستشفيات دول هيحطهم جنب المستشفيات ولا هيدور في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية اللي ما فيهاش مستشفيات؟ الإجابة هي الإجابة رقم 2، هيدور على المناطق ذات الكثافة العالية اللي ما فيهاش مستشفيات. وصلت كده؟ تمام يا دكتور، تمام. فدي كده الأركان الإيه الخمسة باختصار، اللي هو سوفت وير، داتا، الأفراد، هارد وير، طريقة التربيط ما بين الحاجات دي. طبعا احنا كلامنا او فهم بعض الناس، لو حد كان فاهم او كان عنده خلفية بسيطة عن جي اي اس كان يقول لك هو انا رايح اجيب برنامج الجي اي اس بس، طب بقيت الحاجات فين؟ يقول لك هو واحد بس بتاع الجاي اس، لا ده ما طلعش واحد، ده طلع كتير قوي، ناس كتير جدا، صار كتير جدا. هاردوير يقول لك ده كان كمبيوتر، لا ده مش كمبيوتر بس، في كمبيوتر وفي برينتر وفي بلوتر وفي سماعات وفي ميكروفون وفي داتا. داتا هنا دي اللي هيتركز برضو عليها تاني. قلت لك الداتا نوعين، اللي هي عبارة عن
الديجيتال او السبيشال داتا احنا قلناها وانها سبيشال داتا ودينا امثله عليها. السبيشال داتا دي في منها نوعين اللي هو الفيكتور والراستر فورمات، وده الموضوع اللي جاي. طيب ناخد معلش كده فترة راحة 10 دقايق ونرجع نكمل 7:33، هكمل يا جماعة ماشي. موضوعنا هيبقى على الجزئية دي هنا. زي ما قلت البيانات، بيانات مكانية ديجيتال أو سبيشال، وبيانات غير مكانية نون سبيشال أو اسمها أتريبيوت. طب أنا كلامي على أنهي واحد بقى فيهم دلوقتي اللي هي ديجيتال أو سبيشال داتا؟ قلت لك في منها نوعين، فيكتور أو راستر. يبقى أنا هتكلم على البيانات المكانية بنوعيها اللي هو الفيكتور او الراستر، اللي هي بالعربي اسمها بيانات خطيه او بيانات شبكيه. الفيكتور خطيه والراستر هي الشبكيه او الخلويه. دلوقتي بالنسبه للخرائط اللي انا هدخلها على منظومه الجي اي اس، خرائط هتبقى داخله على نمطين او تو فورماتس، راستر وفيكتور. طبعا احنا تعرضنا للنوعين بس مش عارفين ايه ده وايه ده وايه الاختلافات ما بينهم. طبعا في اختلافات جوهرية كبيرة قوي ما بين الاتنين، وكل واحدة ليها ميزتها وليها عيبها. لو انا يعني هسبق كده واقول، لو انا بتكلم عن الدقة، لا الخرائط اللي هي فيكتور بتبقى ادق من خرائط الراستر. على النقيض او على الجانب المقابل، ان انا عشان اعمل خريطة فيكتور بتبقى بتاخد مني مجهود رهيب جدا، انما الراستر بتاخد مني مجهود ضئيل جدا جدا فوق ما تتخيل. طب نقدر نعرف بقى ايه بقى الراستر وايه الفيكتور وايه الاختلافات ما بينهم، وبعدين نعمل مقارنة ما بين الاثنين. الراستر عشان اوضحها لك بصورة بسيطة قوي، هي عبارة عن الخريطة بس في هيئة صورة عن طريق الكاميرا، سواء بقى الكاميرا دي كانت كاميرا قديمة أو كاميرا ديجيتال. الكاميرا دي متركبة على طيارة، متركبة في قمر صناعي. في الأول وفي الآخر هم بيطلعوا الخرائط بتاعة المنطقة اللي بيصورينها عن طريق صور. كويس، الصور دي بتاخد فورمات اسمه راستر. طب ايه الفورمات ده او شكله عامل ازاي ده؟ شكله بيبقى عامل كده، بتلاقي الصورة لو انت بصيت لها بتلاقيها ان الوحدة بتاعتها يا باشمهندس هي عبارة عن سيل، خلية. كل خلية بتغطي مكان من الـ يعني او جزء صغير من المكان اللي متصور. هنقول مثلا انا او مش انا، ان في عندي قمر صناعي موجود فوق في الفضاء، هو عمال بيصور في مثلا قمر زي لاندسات ولا مش فاكر اسمه ايه. المهم ده من ضمن الاقمار الصناعيه المتخصصه بتاخد صور للارض عشان تعمل خرائط او الى اخره. انت بتشتري هذه الصور، الصوره مثلا بيقول لك مثلا الكيلو متر في كيلو متر التكلفه بتاعته بتساوي كذا، الحاجة مقابل ايه؟ خدمة. لو انت بصيت للصورة دي هتلاقي الصورة دي في الاساس انت شايفها كلها حاجة سايحة على بعضيها، انما لو انت كبرتها شوية هتلاقي هذه الصورة هي مكونة من مجموعة من الخلية، وكل خلية واخدة رقم او مجموعة ارقام، وتلاقي واخدة لون لا يتغير. هتقولي انا مش متخيل الصورة دي، ممكن اوري لك صورة تانية راستر ظريفة كده تفهم ايه المقصود بيها.
تزرع خريطة لجمهورية مصر العربية. أنا مش عارف هي نوعها راستر ولا فيكتور، أعرفها إزاي لو قدرت أوصل إنها إن أنا ألاقي إن هذه الصورة مكونة من خلايا، دي ساعتها راستر أو سيلز. طبعًا هي أنا مش بكبرها، حد أعمل زوم إن أهي، هفضل أعمل زوم إن في الخريطة. الأول الخريطة كانت صافية، بص كده الخريطة صافية ومعالمها جميلة وما فيهاش أي مشكلة. حد أكبر أهو أهو، إيه اللي بيحصل؟ الخريطة بيبدأ يحصل فيها نوع من الزغللة، ما بقتش صافية زي الأول. بكمل، حتى بص أنت على الكلمات، كالأول الكلمات مكتوبة بطريقة واضحة، دلوقتي لا فيها نخبشة. كمل أهو، شوف وصلت لإيه في الآخر؟ وصلت ده الصورة أهي في الجزئية حتى دي كده، ده الصورة مكونة أصلا من المربعات دي كده، ده كده أدي البيكسل أهو ظاهر عندك أهو، وتلاقي كل بيكسل ليه لون واحد فقط لا يتغير. أدي عاملة زي الخلية اللي مكونانا إحنا. احنا في الاول وفي الاخر الوحده بتاعتنا عباره عن خليه، خليه جنب خليه جنب خليه، هي اللي عملتنا احنا كلنا. نفس الكلام الصوره الراستر هي مكونه من خلايا، وكل خليه لها لونها الخاص بيها، وكل مربع من المربعات دي خلوا بالكم، او كل خليه من الخلايا دي هي بتمثل، مش نقطه بقى، مش بتمثل نقطة، لا هي بتمثل مساحة. كلما صغرت حجم الخلية كلما كانت دقة الصورة أعلى، اللي هي بنخش في جزئية اسمها الريزوليوشن بتاع الصورة، البيكسل سايز. هو البيكسل دي هي بتغطي مساحة كام في كام في الأرض؟ ممكن نلاقي البيكسل دي هي بتغطي مساحة متر في متر، في بيكسل تانية من كاميرا على بعد كاميرا الريزولوشن بتاعتها منخفضة تقول لك لا دي بتغطي لي مثلا 30 متر في 30 متر. طبعا البيكسل سايز هنا المتر في متر هتبقى أدق من 30 متر في 30 متر، تمام. فده كده اللي هو الراستر فورمات، صورة والوحدة بتاعتها عبارة عن خلية، وكل خلية مش بتحدد نقطة بعينها ولكن بتحدد مساحة بعينها من الأرض. عشان كده قلت لك في ضمن كلامي إن الراستر فورمات بتبقى أقل دقة من الفيكتور فورمات. خلاص، الوحدة هنا دي كده، ممكن دي كده الخلية الصغيرة دي هتلاقيها مثلا 300 متر في 300 متر، انت متخيل؟ وما عنديش امكانيه ان انا اقف جوه الخليه واقول الاحداثيات جوه الخليه بتساوي كام؟ هي لكل خليه ليها الاحداثيات الخاص بيها، او الاحداثيات بيسموها الايمج كوردينيت. بنقول الخليه دي بتقع في العمود كذا الصف كذا، العمود مثلا 10 الصف 15 وهكذا، ما فيش اكتر من كده وما فيش توضيح اكتر من كده. عايزه طب لو انا عندي دلوقتي النقطه موجوده جوه الخليه، هقول لك اصلا مش هتبقى باينه النقطه انها كنقطه. الحاجه الثانيه لو انت بصيت الخليه ان ليها لون واحد فقط لا غير، ما بيتغير، مفيش تضارب في الالوان جوه الايه الخليه، فعشان كده ده نقطه الضعف الرئيسيه اللي موجوده في الايه الراستر فورمات. كويس، ولكن على النقيض لو انا مثلا جيت صورت، بقول مثلا جمهوريه مصر العربيه من قمر صناعي مثلا ارتفاع عالي قوي، ممكن تيجي مثلا في عدد محدود من الصور، في 10 صور ونلزقهم مجمعات بطريقه معينه، خلاص كده جبنا جمهوريه مصر العربيه. لما قلت لك اعملها لي بالمساحه التقليديه خريطه لجمهوريه مصر العربيه، هتقعد فيها كام سنه؟ هتقعد فيها مئات السنين. لو انا قلت لك اشتغل بقى وعشرات السنين اشتغل بالجي ان اس اس والتوتال والتدوليت والميزان والى اخره، تمام كده؟
فده كده ادي شكل الايه الراستر فورمات، وادي الوحدات بتاعته اهي، مكتوب الكلمتين، بيقول لك راستر ايمج ستور انفورميشن ان سيل بيزد مانر، يعني بيخزن البيانات في الخلايا. طيب احنا بنتكلم عن الصور اللي هي عاوزين نعمل خريطة للمكان، فطبعا خريطة المكان دي بتيجي عن طريق التصوير الجوي، يعني كاميرا متركبة على طيارة، أو عن طريق الساتلايت إيمج اللي هي صور الأقمار الصناعية متركب فيها برضو كاميرات. نوع البيانات اللي موجودة أو اللي تصنيفها بيسموها الكونتينيوس داتا، اللي هي البيانات المستمرة، يعني خلية عمالة بتسلم خلية. أنت حتى لما بتيجي تعمل تصوير أنت بتصور مثلا منطقة، المنطقة دي هي بتجيب لك كل حاجة، الخلايا يعني الخلايا كلها مليانة بيانات فيها، ما فيش حاجة انت حيدتها من الموضوع، عشان كده بيسموها continuous data. طيب ندخل على النمط او الفورمات التاني الخاص بالخرائط او السبيشال داتا اللي بتدخل في منظومة الجي اس، اسمها الفيكتور داتا او الفيكتور فورمات. دي ديسكريت، هنعرف ايه ديسكريت، هي بيانات متقطعه. هنا بقى اسلوب عمل هذه الخريطه بيعتمد على الاحداثيات بقى بتاعتنا الجميله اللي انتوا عارفينها، سواء احداثيات ثنائيه الابعاد اكس واي اي وان يعني، او اكس واي وزد اي وان واتش، النقطه في البلان احداثياتها كام وارتفاعها كام، تمام؟ فالنقط هنا مش عبارة بقى عن خلايا، لا دي عبارة عن نقط، وكل نقطة هنا بيبقى ليها إحداثيات. خلاص هنا عندي الوحدة بتاعت الفيكتور فورمات حاجة من ثلاثة، مش هنقول سيل زي ما هو في الراستر، لا، يا إما عبارة عن نقطة، يا إما عبارة عن خط، يا إما عبارة عن مضلع مغلق. آدي الثلاث حاجات اللي بيكونوا الخريطة الفيكتور أو الخريطة اللي هي بيسموها الخريطة الخطية. تعالوا نشوف كده مثال صغير. أدي كده، دي كده خريطة راستر فورمات أهي، والخلايا مكوناها، إنما دي كده فيكتور فورمات. أدي عندك نقطة، ده كده عندك خط اللي هو مكون في الأساس من عدة نقاط متصلة ببعض، وده عندك شكل مغلق اللي هو بوليجون اهو، اللي هو في الاساس برضو مكون من عدة نقاط. كل نقطة من النقط دي يا باشمهندس هتلاقي ان ليها احداثيات اكس واي او اكس واي وزد، كويس؟ ده برضو شكل اخر بيقول لك ايه الراستر وايه الفيكتور فورمات. خلاص ادي كده الفيكتور بعناصره الثلاثة، بوينت لاين اريا او بوليجون، انما الفيكتور الراستر فورمات هو عباره عن سيلز متلزقه جنب بعض. ده ديسكريت، ان هي بيانات متقطعه زي ما انت شايف، هي نقطه بوصلها بنقطه بوصلها بنقطه بنقطه بنقطه، رسمت لي الخط او رسمت لي الشكل الايه المغلق، بس انا بوصل ما بين نقط وبعضيها. النقطه دي انت جايب لها احداثيات بجد في الموقع، النقطه دي جايب لها احداثيات بجد في الموقع، وصلت ما بين النقطتين كده اترسم لك خط، او وصلت ما بين الاربع نقط دول كون لك خط. انا عاوز اسال سؤال دلوقتي، سؤال هنا كده، يا ريت الناس تشارك في الاجابه على هذا السؤال. ده كده الفيكتور، انا نزلت الموقع، هنقول ده كده دي كده ما بين الاربع نقط دول قطعه الارض بتاعت الحاج فلان، انا عاوز اظهرها على الخريطه. لما نزلت في الموقع عملت ايه يا باشمهندس؟ نزلت جبت الركن ده، جبت الاحداثيات بتاعته، والركن التاني ده، والركن التالت ده، والركن الرابع ده، انا نزلت جبت اربع نقط بالعدد بالتوتال ستيشن مثلا، روحت البيت طلعت الاحداثيات على البرنامج بتاع الرسم اللي هنشوفه دلوقتي كمان شويه، رحت موصل ما بين الايه الاربع نقط دول. السؤال اللي بيطرح نفسه هو الاحداثيات اللي انت جبتها في الموقع او شغلك الحقيقي في الموقع، انت انت مبين ارض الحاج فلان هي اللي باللون الازرق، ولكن انت لما اشتغلت
هل جت الإحداثيات كلها اللي موجودة على الخطوط بتاعة المضلع، ولا هم 4 نقط فقط؟ الإجابة هم 4 نقط فقط، وأنت وصلت ما بينهم. عشان كده سموا البيانات بتاعة الفيكتور فورمات إنها بيانات ديسكريت أو بيانات متقطعة. على عكس الراستر، أنت هي الكاميرا صورت جابت لك بيكسلز لازقة جنب بعض فأصبحت كونتينيوس داتا. كويس. طيب نشوف برضو حاجة كده بقى، فيكتور، حاجة مرسومة فيكتور عشان تعرفوا الفرق ما بين الاتنين. احنا شفنا الراستر وصورة قعدت اكبرها، ظهر البيكسل في الاخر. حتى احنا كنا قلنا، او في عندنا مصطلح دارج يقول لك الصورة مبكسلة، فهي جاية من الجزئية دي انها راستر. طيب هنشوف كده حاجة معمولة فيكتور فورمات. ثانية بس تفتح معايا. كده برنامج خاص بالرسم واسلوب الفيكتور فورمات. كويس. دي كده مثلا ادي خريطه، او خريطه هبدا ان انا ارسمها. بص يا باشمهندسين، ادي نقطه، ادي ارض فلان اهي، النقطه اللي انا رفعتها احتزاز اكس واي، النقطه الثانيه اهي، النقطه الثالثه اهي، النقطه الرابعه اهي، ورحت جيت قفلت خلاص. ادي كده الارض بتاعت فلان. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، أنا عملت إيه هنا؟ أنا جيت على 4 نقط بعينهم ووصلت ما بينهم. يعني لو جيت مثلا وقفت على النقطة دي كده هتلاقي الإحداثيات بتاعتها. بص كده معايا، عملت امر اسمه اي دي اهو، جيت وقفت على النقطه دي، طلع احصيتها بكام؟ اكس ب 2233 وشويه، واي ب 2108 وشويه، والزد بصفر. انا كنت متجاهل للزد. طبعا انتوا عارفين في المساحات والحاجات دي اهي، احنا ما يعني لما بنيجي نعمل مساحه او قطعه ارض بنجيب مساحتها مسقطه على المستوى الافقي بلان. ماشي. طيب انا لما جيت رسمت ازاي؟ هل اخدت صورة الارض؟ لا، واللي حصل ان انا دخلت نقطة 2 3 4 ووصلت ما بينهم. بص بقى الميزة بتاعت الفيكتور فورمات، انا عمال اعمل زوم ان اهو يا باشمهندس، شايف زوم ان؟ هل البيكسل ظهرت معاك؟ انا عمال اكبر بطريقة بشعة، يعني مكبر حوالي بتاع 50 مرة لحد دلوقتي. هل البيكسل ظهرت ولا لسه ما يزال الرسمه محتفظه؟ طبعا جايب احد الاركان الاربعه، بقيه الارض طلعت بره الشاشه خالص عشان كبرت قوي. اللي حصل، هل ما يزال الخط بين هو خط ولا بيكسل؟ لا، الاجابه الخط ما يزال ان هو خط. لو جيت وقفت على النقطه دي قلت له اي دي، الامر اي دي لو هات لي الاحداثيه بتاعتها 4075 اهي، محتفظه برضو بنفس الاحتساب بتاعتي. لما اصغرها اهو وارجع تاني
شوف انا كبرت كتير قوي اهو. نفس النقطه ايه اي دي اهو، أربعة آلاف خمسة وسبعين وألفين خمسمائة اتنين وتسعين، هي نفس الإحداثيات، صغرت كبرت، الخط بين خط والنقطة بين نقطة، والشكل هو ما يزال شكل، ما ظهرش في موضوع البيكسلز. فعشان كده بنقول إن الدقة بتاعت الفيكتور فورمات أعلى من الراستر فورمات. النقطة هنا نقطة، معنى كلمة نقطة وليه إحداثي لا يتغير، لما في الراستر فورمات كالمربع ليه مساحة معينة، متر في متر، 5 متر في 5 متر، 10 متر في 10 متر. لو انت حاولت تجيب احداثي نقطة جوه المربع الراستر ده مش هتقدر تعرف الاحداثي، ان هو الخلية ليها احداثي كلها على بعض بغض النظر عن مساحتها في الطبيعة بتساوي كام. اتمنى كده الموضوع او الجزئيه دي تكون واضحه قوي، لان دي مهمه جدا هتفيدك قوي قوي سواء في الدراسه قدام او بعد التخرج ان شاء الله. هقف هنا شويه واسمع لو في حد عنده سؤال في الاختلاف ما بين الراستر والفيكتور. محمود اتفضل. دلوقتي يا دكتور، مش الخريطة بتاعت المترو دي برضو راستر؟ ما ولا على حسب، أنا قصدي فيكتور. ما على حسب هو انت الخريطة دي رسمها بإيه؟ نرد نقول دلوقتي الخريطة دي ممكن يكون مثلا من التصوير الجوي، فهي عبارة عن صورة، يبقى في الحالة دي فيكتور. أو ممكن أعمل إيه؟ أنزل مهندس مساحة بالأجهزة المساحية بقى جي ان اس اس وتوتال وإلى آخره، ولو سمحت اعمل لي رفع مساحي للمترو ده. هيقعد هو يمشي ياخد النقط الحاكمة في المترو، ما دام المترو ده ماشي الخط مستقيم ما فيهوش تعرضات، هيقعد إيه؟ ياخد نقطة. أول لما يبدأ يحصل فيه انحناء هيبدأ ياخد نقط في الانحناءات دي. الخط بقى خط مستقيم تاني هيفتح، مش هيقعد بقى ياخد نقطة كل متر، ممكن كل 50 متر ولا 100 متر ياخد له نقطة لحد ما يحصل تغير تاني في الاتجاه، وهكذا نلاقي في الآخر إن هو أخد مجموعة نقاط، كل نقطة من النقط دي جابها بالتوتال ستيشن مثلا، بقى عنده إحداثيات ليها الإكس والواي أو الإكس والواي والزد. هيعمل إيه بعد كده يا باشمهندس؟ هيروح داخل على برامج الرسم بتاعت الفيكتور. أشهر برنامج على الإطلاق للرسم بالفيكتور هو برنامج الأوتوكاد، أعتقد إحنا درسناه أو اشتغلنا عليه في الهندسة الوصفية أو في اللي هو الإسقاط يعني، كويس في المستوى العام من حوالي سنتين أو ثلاثة. فأنت تسأل نفسك سؤال، هو أنت نزلت مهندس مساحة بجهاز ولا أخدت ولا عملت الخريطة دي بتصوير؟ هو ده السؤال اللي هيجاوب لك على السؤال بتاعك. خلاص؟ وضحت كده ولا نقولها تاني؟ وضحت يا دكتور. ادي عندكم صور الفيكتور والراستر، وانا عرضت لكم من عندي صور اخرى، وريت لكم البيكسلز، وريت لكم الفيكتور بيترسم ازاي، وانت حتى جرب معاك في البيت لو عندك الاوتوكاد اقعد جرب على نفس الجزئيه اللي انا عملتها دي عشان تقدر تعرف الفرق بين الاثنين. او تعرف الفرق اكتر افتح صوره عندك، اي صوره اي صوره، مش لازم خريطه يعني، اي صوره في الدنيا، واقعد اعمل لها زوم ان زوم ان زوم ان قوي لحد ما توصل البيكسل، وتفتح الاوتوكاد تعمل اللي انا عملته برضو، رسمه كده مضلع وزوم ان زوم ان، هتلاقي مفيش بيكسل. خلاص؟ طيب دي كده مقارنه او جدول مقارنه بقى ما بين الاثنين، ما بين الراستر فورمات وما بين الفيكتور فورمات. راستر فورمات يعني في كاميرا دخلت في الموضوع، فيكتور فورمات يعني في برنامج رسم هندسي
اشهر الاوتوكاد هو اللي دخل في الموضوع. وانا هنا هرجع للجي اي اس، انا عاوز خريطه لمحافظه قنا، لحي شبرا، لجمهوريه مصر العربيه، المهم خريطه للمكان اللي انا بعمل فيه الدراسه او فيه مشكله او عاوز اعمل فيه تنبؤ. ماشي، هنا في خريطه داخله، الخريطه دي راستر ولا او فيكتور؟ ماشي. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قال لك بالنسبه للراستر فورمات هو بيكسل ماب، واحنا عرفنا ايه بيكسل ماب، يعني الخريطه مكونه من مجموعه من الخلايا المتراصه جنب بعضها، كل خليه لها لون وليها رقم. انما الفيكتور فورمات جيومتريكالي ديفايند شيب، يعني شكل معرف جيدا، مهما كبرته النقطه بتفضل نقطه والخط بيفضل خط والمضلع بيفضل مضلع، ما بيظهرش وما يتحولش ان هو يبقى بيكسلز. خلاص. طب جودة الصورة هنا فوتوغرافيك كواليتي دي هنا بتعتمد على ايه يا باشمهندس؟ بتعتمد هنا على جودة الكاميرا المستخدمة في اخذ الصورة. لو هي كاميرا تعبانة هتلاقي البيكسل سايز بتاعك مثلا المربع الواحد 20 متر في 20 متر، طب انا عاوز نقطة جوه، لا يبقى هنا الدقة بتاعت النقطة لو ظهرت في الخريطة مش هقدر أعرف إحصائيتها مظبوط. إنما هنا كومبلكس دروينجز، يعني رسومات معقدة، نقطة نقطة بجد، ووصل ما بين الأربع خمس عشر نقط دول عشان أقفل المضلع وإلى آخره. طيب في الراستر فورمات أنا عشان أقدر إن أنا أتعامل مع الصورة أو مع الخريطة دي، هي صورة بوجه عام بس أنا بتكلم جي إس فبتكلم صورة الخريطة. ماشي؟ لو انا عاوز اتعامل مع الخريطه افتح الخريطه، يعني انا ما فتحتهاش بالجاي اس، خريطه مصر اللي انا وريتها لكم لونها اصفر دي ما كنتش فاتحها بالجاي اس، كنت فاتحها ببرنامج خاص بالصور والتلوين. ماشي، اسمه الاكاسي عندي. انما دلوقتي لو الفيكتور فورمات خريطة معمولة بالفيكتور بأسلوب الفيكتور، هقدر إن أنا أفتحها إزاي وأتعامل معاها إزاي بعيدًا عن الجي أي إس دلوقتي؟ أو بنشئها إزاي يا باشمهندس؟ بنشئها عن طريق برامج الرسم الهندسية زي الأوتوكاد أشهر إطلاق. لو أنا اتكلمت دلوقتي عن السعة الخاصة بالإيه؟ السعة الخاصة بال أو المساحة أو الحجم بتاع الخريطة، سايز، سايز. تاخد قد ايه على الكمبيوتر؟ بتلاقي ان الصوره بتاخد حجم كبير جدا على الخريطه، ليه؟ الصوره صورت لك كل حاجه، كل حاجه الكاميرا دخلت في الكاميرا، كل بيكسل ليها المساحه الخاصه بيها، كل بيكسل تحتوي على معلومات. يعني حتى دلوقتي انا لو انا مثلا دلوقتي بعمل خريطة للمنشآت اللي موجودة مثلا في الكلية، حاجة أعمل إيه؟ حاجة عند المنشآت بالتوتال ستيشن وأقعد عند الأركان آخد الأرصاد بتاعتي، ما دون ذلك مش عاوز بيانات. إنما لو أنا صورت الكلية تصوير جوي هصور كل حاجة موجودة في الكلية، عربية راكنة، صفحة القمامة، لو راتش مثلا بيعملوا تطوير او ترميم لحاجه، في هتلاقي راتش موجود، كلب ظهر في الصوره، قطه ظهرت في الصوره، بني ادم ظهر في الصوره، حاجات انا عاوزها ومش عاوزها كل ده بيظهر في الايه؟ في الصوره عندي. عشان كده بتلاقي ان الحجم بتاع الصوره او الراستر فورمات بيبقى كبير جدا مقارنه بالايه؟ بالفيكتور فورمات اللي انت بتخش يا دوب بتظهر فيها الحاجات اللي انت عاوزها فقط لا غير. طيب لو اتكلمنا عن المجهود، الراستر فورمات بياخد مجهود اقل بكتير من الفيكتور فورمات. تخيل قلت لك لو سمحت اعملي خريطه للكليه، انت عندك طياره، طلعت بالطيارة، ركبت الكاميرا على الطيارة، صورتين ثلاثة أربعة، الكلية خلصت، أخدت لك إيه دقيقة خلصت. إنما في المشروع بتاع التخرج عندنا الطلاب بيقعدوا مثلا بتاع 15 يوم إنهم يعملوا رفع مساحي للكلية
عشان يسلموها على هيئة فيكتور فورمات، خلاص، فبتاخد وقت ومجهود كبير. لو اتكلمنا عن الدقة ففي هذه الحالة الراستر فورمات بتبقى أقل دقة. ليه؟ لأن احنا محكومين بالبيكسل سايز، هي البيكسل دي بتغطي في الطبيعة كام في كام؟ متر في متر، مترين في مترين، 10 متر في 10 متر، أيا ما يكن، فهي ليها كذا. البيكسل مش نقطة، البيكسل بتغطي لي مساحة، صغرت أم كبرت، بس في الآخر مساحة، حيز. إنما في حالة الفيكتور فورمات هاي أكيورسي، النقطة جوه الفيكتور فورمات هي نقطة بعينها فعلا، مش مساحة، مش مساحة. طبعا ظهرت لي العيب الرئيسي اللي موجود في الراستر فورمات، اللي هو عبارة او موضوع الباكسلة، الموضوع الايه الباكسلة، بيكسل، وكبرت لك الصورة ظهرت بيكسل. طبعا هذا العيب غير موجود في الفيكتور فورمات، مهما تكبر بيفضل الخط خط والنقطة نقطة والمضلع ايه مضلع. اخر حاجة اللي هي الكونتينيوس داتا، الراستر فورمات كونتينيوس داتا، اما الفيكتور فورمات فهي عباره عن ديسكريت داتا او بيانات متقطعه. تمام؟ طيب نيجي بعد كده ليه مميزات بقى منظومه الجي اي اس، الخمس اركان كلهم على بعض ما تنساش. ايه مميزات؟ بصيت لقيت في مميزات فعلا ممكن نذكرها هنا، ادي اول ميزه فيها. بتعمل على عمليه التكامل ما بين المؤسسه اللي انت شغال عليها. تكامل في ايه؟ بتربط لك السوفت وير بالهارد وير بالبيانات، بعمليه تجميع البيانات، بعمليه تحليل البيانات، بعمليه الاداره واستنباط الحاجة اللي أنا عاوزها من المنظومة. كل الكلام ده في منظومة واحدة أو في إدارة واحدة. تمام؟ الكلام ده قبل الجاي اس تلاقي عندك العديد من الإدارات، إدارة تجميع البيانات، إدارة مش عارف إيه، إدارة، لا هي كلها إدارة الجاي اس، هي كلها كله قاعد مع بعضه أو في نفس الإيه؟ المكان او في نفس القسم المختص. تمام؟ الحاجه الثانيه، ميزه ثانيه مهمه، هي عمليه التكامل ما بين البيانات المكانيه والبيانات غير المكانيه. بمعنى لو انا ما قبل الجي اي اس كنت انا مثلا عاوز الخريطه، اروح فاتح مثلا برنامج الاوتوكاد لو هي خريطه خطية أو اللي هي يسموها فيكتور فورمات، وعندي البيانات اللي عاوز أحطها على الخريطة موجودة في ملف الإكسل اللي هي بقى إيه، محافظة القاهرة المساحة بتاعتها كذا، عدد سكانها كذا، النشاط بتاعها كذا، عدد المستشفيات اللي موجود فيها كذا، اللي هي البيانات الغير المكانية. فبضطر هنا بفتح أكتر من برنامج، برنامج للخرائط وبرنامج المعلومات غير المكانية. إنما الجي اي اس قدر إن هو يعمل تكامل، أقدر أدخل المعلومات المكانية اللي هي الخريطة والمعلومات غير المكانية اللي هي الأتريبيوت، يعني أقدر أدخلها في قاعدة بيانات واحدة وأربط الاتنين ببعض، وأربط الاتنين ببعض، بعمل رابط أو لينك ما بين الاتنين، بحيث إن هو يفهم إن جدول إكسل ده أو الجدول ده بتاع محافظة القاهرة، وإن الجدول ده بتاع محافظة الفيوم، وهكذا. الميزة الثالثة إن هو بيعرض بقى المعلومات الجغرافية وما هو متعلق بها من معلومات أخرى اللي هي غير المكانية بطريقة مبتكرة. طبعا مش هقول لك مبتكرة إزاي، دي محتاج بقى إنك أنت تفتح برنامج وتشوف بيعمل إيه. تمام؟ من ضمن مميزاته، وطبعا ده بيظهر فيه المثالين بتوع المستشفى وبتوع النحر اللي بيحصل في شواطئ الدلتا، ان هم بيقدروا
يدوا لمتخذ القرار يدوله التوصية، احنا بنوصي اعتمادا على بياناتك اللي انت دخلتها لنا بنوصي بكذا، او نفس الكلام بيدي للشغال على المنظومة دي بيديله تنبؤ باللي ممكن يحصل مستقبلا، تمام؟ بس ده برضو اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على البيانات اللي انا دخلتها، هل هي صحيحة ولا بيانات مش صحيحة او بيانات ناقصة، تمام؟ طيب هقف لحد هنا، لو في حد عنده اي سؤال يسأل. خلاص نكتفي بهذا القدر النهاردة، دكتور بعد إن إذن شاء الله حضرتك. كده معانا الأسبوع اللي جاي في ثلاثة اللي قلت عليهم عمر وأحمد محمود، اتفضل. دكتور بعد إذنك. معاك يا محمود، اتفضل قول. ما حضرتك يا دكتور، انا كنت سالت حضرتك سؤال في اول المحاضره وحضرتك قلت لي